صدارة الترند حالياً بعد دوره الرائع الذي أشاد به الجميع في مسلسل البرنس. إنه الفنان العبقري أحمد زاهر الذي أخبره الطبيب بأنه لن يعيش أكثر من شهرين ونصف. فزاهر يبلغ من العمر الآن 43 عاماً، حصل على بكالوريوس تجارة ثم بكالوريوس من معهد الفنون العالي. بدأ العمل بالمجال الفني منذ عام 1994، وقدم خلال مشواره الفني هذا العديد من الأعمال من مسرحيات وأفلام ومسلسلات. أصيب بمرض نادر جداً، وكانت فترة مرضه فترة صعبة عليها. ابتعد على إثرها عن العمل بالمجال الفني والتمثيل والظهور على شاشات التلفزيون لمدة تقرب إلى 3 سنوات، وسبب له هذا المرض زيادة هائلة في وزنه، وكان لا يعرف السبب وراء زيادة وزنه. وأخبره الطبيب بأنه سوف يموت بعد مرور شهر ونصف بسبب حدوث تدمير في خلايا المخ بالكامل، وذلك قبل معرفته بأنه مصاب بالغدة. وطبيعة مرضه هو فيروس بالغدة الدرقية اسمه ماكسديما، مرض نادر يصيب شخص واحد كل 10 ملايين شخص. وتسبب مرضه هذا في زيادة وزنه من 85 كيلو إلى 185 كيلو، الأمر الذي دفعه في التفكير لإبعاد زوجته عنه لأنه كان معتقدا بأنه سوف يموت بالفعل، وذلك وفقا لما قاله الطبيب له، لتحدث المعجزة ويستمر على قيد الحياة ويتخلص من مرضها.